الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الحج يشهد كل عام تواجد للمسلمين من كل أنحاء العالم. تذوب الفوارق بين البشر، بين المستويات الاجتماعية، بين المستويات المالية، بين من يذهب لأداء فريضة الحج، هل هو رجل بسيط أم رجل من أرقى الطبقات الاجتماعية أو المالية في دولة من دول العالم. مستوى ثقافته، فكره العقائدي، فكره الثقافي، فكره الاقتصادي، توجهاته السياسية، كل ده بيختفي ويذوب تماما. لا فرق بين رجل وآخر وهم في فترة أو خلال أداء مناسك وفريضة الحج. تقترب فيها القلوب من بعضها، الكل بيبتهل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما فات من ذنوب، وأن يجعل هذا الأمر أو يضع هذا الأمر في ميزان حسنات هذا الإنسان الحاج الذي يذهب إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة، أملا في أن يمنحه الله عز وجل بها الثواب عظيم الثواب، وأن هذا الأمر في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب هذا الأمر لكل من لم يستطع حتى الآن أن يؤدي هذه الفريضة، وأن يذهب إلى الأراضي المقدسة وإلى بيت الله الحرام، وأن يسعد بالطمأنينة اللي طبعا بيشعر بها كل إنسان وكل من أدى فريضة الحج. بيحكي قد إيه هو بينسى الدنيا كلها بكل ما فيها من تفاصيل، بكل ما فيها من آلام ومشكلات وصراعات، ويتذكر فقط أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، وهذه اللقطات اللي بتكون طبعا مؤثرة جدا نفسيا لدى كل المتلقين وكل من يتابع هذا الأمر في هذا الوقت أو خلال هذا الموسم من كل عام. هننتقل بعد متابعة لقطات أو أيضا هذه النافذة ما زلنا نطل منها على طبعا الأراضي المقدسة وعلى شعائر فريضة الحج وعلى الحجيج في يوم وقفة عرفات، سننتقل إلى بعض الأبعاد في السياسة الدولية وطبعا تبعات الصراعات التي تدور هنا وهناك والمشكلات اللي بتترتب على بعض المواقف اللي بتعلنها دول العالم، وإذا كانت الإدارة المصرية ترى أن هذا الأمر مقبول أم أنه يدخل في إطار محاولات فرض أي نوع من التدخلات على الإرادة وعلى القرار المصري وعلى السياسة المصرية وكيفية إدارة شؤون البلاد بما يتفق مع إرادة المصريين، إرادة الشعب المصري التي تحصل دائما أبدا على دعم القيادة السياسية في مصر وعلى دعم القوات المسلحة المصرية التي وقفت هذا الموقف في ثورتين متتاليتين في 25 يناير و30 يونيو. ماذا عن الموقف الذي أعلن والوقف أو تعليق المساعدات بقيمة 260 مليون دولار، المساعدات العسكرية أو جانب من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر؟ كيف يرى المحللون السياسيون هذا الأمر في إطار ما كتب في بعض من خلال بعض الدراسات السياسية التي كتبت أو المقالات التي تناولت هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن وجهة نظر أيضا أساتذة العلوم السياسية والمحللين السياسيين المصريين؟ يسعدنا أن يكون معنا في استوديو بث مباشر الأستاذ الدكتور محمود العجمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. دكتور محمود مساء الخير. مساء النور. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم جميعا طيبون وبخير إن شاء الله. هنتكلم مع حضرتك دلوقتي عن رؤيتك بداية لهذا القرار، القرار أو الإعلان عن تعليق جزئي لمساعدات عسكرية أمريكية لمصر بتقدر ب 260 مليون دولار. كيف تصف هذا القرار خاصة في ظل الصياغة أو الإطار الذي جاء فيه أنه يربط من قبل الإدارة الأمريكية بين استمرار تدفق هذه المساعدات وبين متابعة الجانب الأمريكي لما تقوم به الإدارة المصرية من خطوات على طريق الديمقراطية؟ والواقع طبعا عشان ندخل في هذا الموضوع لابد أن يعني نعطي المشاهد الكريم فكرة عن قصة هذه المساعدات، كيف بدأت،
حتى نصل إلى المرحلة الراهنة، وكيف تعاملت الإدارة الأمريكية معها في ظل ثورة 30 يونيو عام 2013. الحقيقة أن طبعا هذه إحنا لم نفاجأ بهذا الموقف من إدارة باراك أوباما، لأنه سبق أيضا أن بعد قرار طبعا الشعب المصري والثورة في 30 يونيو، ثم قرار بدء المرحلة الانتقالية لهذه الثورة بإعلان يعني كبير حاضره كافة طوائف المجتمع المصري، أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو طبعا، اللي هي طبعا خارطة المستقبل. الحقيقة أن 30 يونيو كان بمثابة صدمة صاعقة لإدارة باراك أوباما، لأن باراك أوباما تحديدا راهن على جماعة معينة في الحكم على أنها ستحقق له هدف كبير، وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير، اللي هو يبدأ من مصر تكون منطلقة له، ثم ينتقل إلى بقية الدول العربية، بعكس ما خطط له من قبل عام 2004 أنه كان يبدأ بالعراق وينتهي بمصر، لأنه طبعا فشل المشروع في العراق، وانتهى العراق إلى جثة هامدة كما نرى، وحرب أهلية بين طوائف الشعب العراقي. طبعا هنا نلاحظ أن قصة هذه المساعدات بدأت في أعقاب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية برعاية الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت برئاسة جيمي كارتر. وهذا الرجل الحقيقة كان قس مسيحي، وكان رجل حقيقة متدين، ويمكن الحقيقة كان أثبت أن ممكن لو أرادت إدارة أمريكية معينة أن تضغط على الكيان الإسرائيلي في سبيل تحقيق هدف معين، يمكن لها أن تحقق ذلك. ونتيجة توقيع هذه المعاهدة الحقيقة الرجل اتخذ قرار لتشجيع الطرفين المصري والإسرائيلي على تنفيذ هذه المعاهدة، وهو منح مصر وإسرائيل مساعدة عسكرية قدرها، يعني كانت إسرائيل لمصر 3-2، بمعنى أن إسرائيل حصلت على 3 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية، ومصر تقريبا 2 مليار، منهم 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية و1.3 مليار مساعدات عسكرية. والحقيقة لم يبدأ تنفيذ هذه المساعدات كما يظن البعض منذ عام 79، لكن بدأت منذ عام 1982 مع إكمال إسرائيل انسحاب من الأراضي المصرية. طبعا هذه المساعدات ظلت مستمرة بوضعها الراهن حتى عام 1998، حينها طلبت الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية الاتفاق على أن هذه المساعدات ستنخفض بنسبة 5% سنويا. وطبعا فيما يتعلق بمساعدات الاقتصادية فقط، لكن مساعدات العسكرية بقت كما هي 1.3 مليار. واستمر هذا الوضع، وفي عام 2005 فوجئت الحكومة المصرية بتخفيض هذه المساعدة العسكرية الاقتصادية إلى 200 مليون دولار. طبعا تضايقت الحكومة المصرية وطلبت حتى إلغاء هذه المساعدات الاقتصادية، ثم طبعا الحكومة الأمريكية إدراكا منها لأنها لا تقدم من منة ولا منحة، ولكن تقدم، بل هي جزء من التزامات الإدارة الأمريكية تجاه مصر في إطار ما اتفق عليه في هذه المعاهدة. هنا ينبغي أن نوضح نقطة مهمة تغيب عن الكثيرين الحقيقة. معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لا يوجد بها نص أو ملحق يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم أي مساعدات. إذن دكتور محمود، بماذا تفسر ما يقوله الكثير من المحللين السياسيين بأن هذا الأمر كما اتفقت الآن ليس منحة، وإنما هو من استحقاقات هذه الاتفاقية مع إسرائيل؟ هي استحقاقات من الناحية الأدبية، ألزم الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت نفسه بقرار منفرد من جانبه بتقديم هذه المساعدات، وصارت الإدارات الأمريكية بعد ذلك على هذا النحو. لكن أنا لدي دراسة وبحث في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والحقيقة لا يوجد نص أو بروتوكول أو خطابات بين أطراف المعاهدة يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم هذه المساعدات. وبالتالي فهو قرار أمريكي وليس اتفاقية. لو كان اتفاقية بين الأطراف الثلاثة كان ممكن نقول أن هناك إخلال بهذه الاتفاقية، وممكن هنا تحاسب الإدارة الأمريكية، لكن هذه كان قرار منفرد من جانب، ولكنه عفوا دكتور محمود قرار منفرد لم يتم توثيقه بالتزام بين الجانبين الأمريكي والمصري، لم يتم توثيقه. لم يتم توثيقه. لا نعم. قرار أمريكي بحت.
إذا ترى أن الأمر ليس ملزما للإدارة الأمريكية أن تستمر في تقديم هذه المساعدات إن اختلفت سياسيا مع الإدارة نعم المصرية. بدليل نعم. أنه تم الاتفاق عام 1998 على تخفيض المساعدات الاقتصادية نعم. بمعدل 5% سنويا نعم ولكن كيف ترى المصريين الذين يرون أن هذا الأمر هو من الأمور المرفوضة من قبل الشعب المصري والإدارة المصرية لأنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تقف من خلال هذا الأمر والربط بين المساعدات والإجراءات السياسية في مصر تقف الولايات المتحدة بهذا الإعلان موقف المراقب وتضع نفسها في موقف المراقب على مصر وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا من الإدارة المصرية ومن الشعب المصري هو طبعا توقيت الخطوة من جانب إدارة باراك أوباما هو ده اللي أعطى الانطباع بأن هذه الخطوة مقصودة في حد ذاتها مقصود طبعا الإساءة الحقيقة أو ممارسة نوع من الضغط على الحكومة الانتقالية في مرحلة تطبيق خارطة المستقبل لأنه طبعا هو كما قلت سابقا أن هذه الإدارة راهنت على جماعة الإخوان المحظورة في الحكم وعلى أساس أنها ستستمر بدليل أنه تسربت أنباء عن أنه قدم لها منحة تقدر بنحو 8 مليار دولار ويجري الآن التحقيق فيها في الكونجرس الأمريكي ومن ثم فإن باراك أوباما حينما وجد الشعب المصري وبهذا الطوفان 33 مليون خرجوا إلى الشوارع يرفضون حكم جماعة الإخوان المحظورة وكان طبعا أصيب بصدمة كبيرة حتى أن موقفه كان ملتبس وظل ملتبسا لفترة طويلة وطبعا هو لم يكن ليستطيع أن يقول أنه انقلاب لأن الأقمار الصناعية والوكالات الأنباء صورت كل هذا ولكنه اعتبر أنه تغيير ثم أنه اعترف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذا الرئيس فشل في إدارة مصر ولم يكن نعم. المسألة مجرد صندوق سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنطرح هذا الأمر دكتور محمود العجمي بمزيد من التساؤلات نسأل حول كيفية وضع الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها في هذا الموضع وكأنها تنصب نفسها حكما أو قيما على الحياة السياسية في مصر وعلى الإجراءات المتبعة لإدارة الأمور وإلى أي مدى يرى بعض المحللين السياسيين أو البعض من المحللين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب هذا الموقف أو الإعلان عن وقف جزئي أو تعليق جزئي لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر هذا ما سنصل إليه بعد قليل بعد الفاصل سينضم إلينا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية السيد إيريك تريجر الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تابعون الحمد والنعمة لك الملك لا